النصايح اللي انا بقدر اوجهها لكل المرضى ان لازم ان احنا نهتم بصحه الفم. في نوعين من الاهتمام، في نوع بيبقى منزلي وفي نوع بيبقى عند الطبيب بتاع الاسنان. النوع المنزلي ان انا لازم كل يوم بغسل سناني بفرشه ومعجون 3 مرات، وفي حاجه اسمها الدنتال فلوس او الخيط الطبي، ده بيشيل بقايا الاكل اللي ما بين الاسنان اللي الفرشه ما بتقدرش توصل له. طيب انا دلوقتي عملت الكير العادي بتاع البيت، هل انا كده وصلت للماكسيمم؟ لا، لازم كل 6 شهور اروح اعمل متابعه مع الطبيب في العياده. ليه؟ لان انا الجير اللي بيتكون على الاسنان ما بقدرش ان انا اشيله في المنزل، لازم الدكتور هو اللي يشيله. لو في تسوس بسيط جدا بقدر ان انا الحقه واحشيه حشوه عاديه، عشان التسوس ده لو زاد بعد كده ممكن هو يوصل لمراحل متقدمه ان انا اعمل حشو عصب او ان انا ابدا اعمل طربوش. فانا كل حاجه ما بكتشفها بدري بقدر اعالجها بطريقه ابسط وبتكون التكلفه اقل.